السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. مبادرة لنجعلها خضراء في المملكة العربية السعودية، حنا طبعا بنشارك مبادرة سعيد سامي، بنشارك ولكن بنشارك بطريقة قوية جدا. هنحرك 14 دينا أسطول ل 14 مدينة في المملكة ب 14,000 شجرة سدر محلي بإذن الله، نجعلها خضراء. فساعدونا بس استلموها من مواقعها في كل مدينة، نحطها لكم. حنعلن طبعا على حسابنا بتويتر وحسابنا بسناب شات عن كل دينا توصل لكل مدينة، حددنا مواقع، جهزنا لها موظفين، جهزنا لها كل شيء. بس انت تروح تستلم شجرة السدر هذه وغرسوها، حنا بس نبيه منكم بس تأخذون الشتلة وتغرسونها وتهتمون فيها السنة الأولى السنة الثانية، ولا احتاج أبدا. فخلونا نجعلها خضراء من جد يعني، ومع مبادرة سعيد سامي كل شيء منسق ومرتب ومجانا، فشاركونا حياكم الله. وما شاء الله تبارك الله، بدأنا التحميل في مبادرة سعيد سامي مرحلة 14 ما شاء الله تبارك الله. هذه ألف وضعنا النايلون ذيك عشان يدخل الألف الثاني في الدينا إن شاء الله، وهذا الانطلاق الأول ما شاء الله تبارك الله إلى هذه الحملة الجميلة لنجعلها خضراء في المملكة العربية السعودية. ساعدونا في غرسها والعناية بها، احنا هي مجان، احنا بنرسلها لكم مجانا إن شاء الله، فتوكلنا على الله. 14,000 في 14 موقع في 14 مدينة بإذن الله. تحياتنا لكم، أخوكم سعيد سامي.